هوية بريس. السلام عليكم، فؤاد اليوبي، مدير ومؤسس مؤسسة جبران خليج جبران الدولية اللي فيها 74 جنسية ديال التلاميذ اللي كيقراو في هذه المؤسسة. وهاد القمة الطفل القدس اللي قايمة بها بيت مال القدس تحت إشراف صاحب الجلالة نصر الله، خولتنا بأن نديرو توأمة مع مؤسسة الفخير في القدس. والتلاميذ ديالنا عارفين بأن هادوك التلاميذ كيعيشوا إشكاليات، والظروف اللي كيدرسوا فيها غير لائقة، وبغينا نتعاونوا مع هاد التلاميذ، مع هاد المؤسسة، ونوعيو التلاميذ ديالنا بأن خصهم يشاركوا ويساهموا في السلام، ويساعدوا هاد التلاميذ تكون عندهم بيئة سالمة للتم دروس ديالهم. المدير مكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف. اليوم نحتفل في وكالة بيت مال القدس الشريف بالطفولة المقدسية من خلال محاكاة القمة الدولية الثانية للطفولة من أجل القدس، وكانت فرصة لأزيد من 30 جنسية من أطفال العالم المجتمعين هنا في الرباط للتبادل مع أشقائهم المجتمعين في القدس في نفس الوقت، يعني إشاعة القيم التي ترمز لها القدس، وهي قيم التعايش والعيش الواحد والسلام والعدالة، من منظور طبعا الأطفال الذين باتوا يتابعون وباتوا يعرفون كل ما يجري من حولهم، وهم طبعا لهم تقديراتهم الخاصة. كانت فرصة اليوم للاستماع لهذه التقديرات.